نعلن نتيجة انتخابات نقيب المهن الموسيقية التي جرت اليوم الجمعة 17/5/2013 بعدد 16 لجنة على مستوى الجمهورية. إجمالي عدد الحاضرين الذين لهم حق الانتخاب 4050 صوت. إجمالي عدد الحاضرين 1475 صوت. عدد الأصوات الباطلة 58 صوت. عدد الأصوات الصحيحة 1417 صوت. عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح: محمد حسن محمد الحل وشهرته محمد الحل 94 صوت، محمد منير عبد العزيز محمد الموسيني وشهرته منير الموسيني 406 صوت، مصطفى كامل السيد عبد المعطي وشهرته مصطفى كامل 917. فنان مصطفى كامل، اهلا بيك معنا بوابة اخبار اليوم، وبنبارك لك الف مبروك نقيبا للمهن الموسيقية بعد صراع وبعد انتخابات انتهت منذ لحظات بفوزك نقيبا للموسيقيين. اهلا بيك يا فندم، نورتوني، اهلا وسهلا، متشكر جدا على المباركة دي ومتشكر على وجودكم معانا من اول النهار لغاية دلوقتي. كلمنا بقى عن الانتخابات والصراع ولحد ما وصلت لغلق الصناديق وبدأ الفرز وسمعت نتيجة فوزك. ولا حاجة والله، الانتخابات أنا من ساعة ما قلنا بنفتح باب الترشح لمنصب النقيب، لأن منصب النقيب خالي بقاله سنة، مما يستوجب أن احنا نفتح باب الترشح. لما جينا نفتح باب الترشح اقترحت على مجلسي أن احنا نجيب أفضل ناس تدير النقابة، فابتدينا نتصل بقامات، أو أنا تحديدا يعني من نفسي اتصلت بالأستاذ هاني مهنا الموسيقار الجميل والمايسترو وحبيبنا وراجل إداري شاطر. وخلي بالك هو مش شرط، مش كل نجم يصلح لانه يدير، يعني الاداره دي عالم تاني خالص، انك انت تبقي ازاي بتحتكي بشارع وبتحصلي موارد وبتنزلي وبتتحركي. كلمت الاستاذ هاني مهنا قال لي انت اولى، انا نازل رئيس اتحاد واحنا كلنا بنساندك. كلمت الاستاذ حلمي بكر، واكيد حضرتك دخلتي دلوقتي وشفتي، ده والدي وحبيبي ومن الناس اللي انا عارف ان هو في الحق ما بيخافش. يعني يلا يا استاذ حلمي، قال لي احنا بنرشحك انت، ده مجهودك وكمل بيه. قلنا للدكتور رضا رجب يلا بينا، الأعضاء المجلس الأستاذ مصطفى حلمي الأستاذ نجم نبيل الأستاذ منصورين، كل زمايلي طرحنا عليهم يلا جماعة، قالوا لي أنت مصطفى كامل. فده كان إحساس، أنا زي ما قلته جوه في كل القنوات أو بقوله للصحافة كلها، إحساس ده فوز لوحده، إن أنا لاقي 11 زميل ليا بيقول لي انزل، يعني ده شرف مش أي حد ينوره، إنك أنت تلاقي عمر ما في عمل جماعي أبدا بيجمع على ان في بني ادم اخوه وحبيبه. النهارده واقفين لي زي ما معايا احمد كامل ومحمد كامل، انا حاسس ان في 11 احمد كامل ومحمد كامل. اولا سواء كان هيبقى منير او محمد الحلو او مصطفى، الثلاثه شخصيات جميله جدا جدا. كون مصطفى فاز ده شيء بعدنا بعيد قوي عن التشنجات والخناقات والمشاكل، وارجو ان النقابه تبدا عهدها الجديد بأن النقيب يبقى نقيب ما يبقاش منكوب،
ده اللي انا عايزه. انما النهارده انا شفت انتخابات جميله جدا، الناس كانت محترمه جدا، الجمعيه العموميه ما شاء الله، ولو اننا ضد نصها، انما رغم هذا كان في منتهى الهدوء، وده بارك لده وده بارك ده ومشي. وارجو ان تستمر هذه الصفه وهذه الحاله لصالح النقابه ولصالح المصريين. احنا نسبه الحضور احنا عدينا النصاب القانوني الحمد لله. المرشح الاكثر فوز الفنان مصطفى كامل، لان المجلس بالكامل بيدعمه، ويعني بامر الله حتى النتيجه هتطلع زي ما احنا عاوزين. كلمنا عن سر العمليه الانتخابيه النهارده، واحنا خلاص كلها دقائق والباب الانتخاب يقفل. سر العمليه الانتخابيه النهارده كان في هدوء. إرادة الجمعية العمومية قوية جدا، الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة في النقابة، والنهاردة الحمد لله كان الحضور كويس والإقبال على الانتخابات كان كويس، فخير الحمد لله. أنا عدت فترة طويلة استدعاني الأستاذ مصطفى كامل أن أنا أعاونه هو مجلس الإدارة في النقابة ببعض الأشياء، وشفت مين بيشتغل ومين ما بيشتغلش ومين عامل مشاكل ومين مش عامل مشاكل. الحمد لله الفترة اللي فاتت دي انتهينا منها بمشاكلها بنقبها السابق اللي كان عامل مشاكل. الفترة اللي فاتت من وفاة الله يرحمه النقيب حسن أبو السعود لغاية من شهرين احنا نقابتنا ما تربطش فيها جنيه وديعة. المجالس اللي جت بعد أبو السعود كلها ما فيش وديعة بتتربط. جه إيمان البحر درويش فكوا ودايع عشان يدوا معاشات وعشان الإعانات والكلام اللي احنا فاهمينه. جه مصطفى كامل اشتغل صرف معاشات عمل مجهود إعانات ربط حوالي 2.5 مليون ودايع. يعني أنا شايف الراجل بيشتغل، عشان كده أنا وقفت جنبه والناس كلها وقفت جنبه وببارك له وبقول له مصطفى يلا لقدام واحنا معاك، عشان خاطر الموسيقي الغلبان، عشان خاطر العلاج، عشان خاطر المعاشات، عشان خاطر الموسيقيين وولاد الموسيقيين. عايزين نرقى بحال النقابة دي، لأن النقابة دي بقالها سنين طويلة حالها ما يعجبش حد. فاحنا نتمنى إن شاء الله نتوسم في الخير إن شاء الله إن احنا معاه هنكون رايحين الأفضل بإذن الله إن شاء الله. رئيس